أحيا الفلسطينيون ذكرى النكبة 76 في جميع مدن الضفة الغربية وسط مشاركة حشود كبيرة من المواطنين الفلسطينيين والجهات الرسمية. على صوت صفارات الإنذار التي انطلقت وسط مدينة رام الله لمدة 76 ثانية، أي على عدد سنوات نكبة فلسطين، أحيا الفلسطينيون ذكرى النكبة تحت شعار رغم الإبادة باقون ورغم التهجير عائدون. وقد جال المشاركون شوارع المدينة يحملون لافتات تؤكد حق العودة وتندد باستمرار التهجير القسري من قبل الاحتلال الإسرائيلي. تمر الذكرى 76 ونحييها ونحن بمعنويات عالية أكثر من سابقتها، وأيضا شعبنا صامد يتصدى للاحتلال وجيشه وقطعان مستوطنيه من جنين حتى يطا والخليل، وانتهاءا بالتصدي لحرب الإبادة الجماعية التي يقومها في قطاع غزة. مواطنون فلسطينيون من جميع مدن الضفة الغربية شاركوا في مسيرة العودة الوطنية وحملوا العلم الفلسطيني وتجولوا به في شوارع مدينة رام الله، مؤكدين على أهمية إحياء هذه الذكرى الأليمة. هي ذكرى أليمة بالنسبة لنا يعني، ونحزن فيها لأن أراضينا مش معنا وتحت احتلال يعني، وإحنا نفسنا ندخل عليها بس لازم نحتاج لتصاريح، بنحتاج لألف شغلة وشغلة بنتعب لحتى نوصلها. إحنا طلاب جامعة بير زيت حبينا نشارك اليوم عشان موضوع ذكرى النكبة. الموضوع هاد كثير أثر علينا خصوصا بالوقت الحالي والأزمة الحالية اللي بتمر عليها فلسطين، واللي بذكرنا على إنه الحرب مستمرة والإبادة مستمرة والنكبة مستمرة لأكثر من 76 عام. بعض المشاركين في مسيرة العودة جاءوا من مدن الضفة الغربية حاملين معهم مفاتيح منازلهم التي هجروا منها عام 48 للتأكيد على تمسكهم بحق العودة. نقول للاحتلال الصهيوني بعد 76 عاما الصغار ما زالوا محتفظين ومتمسكين بمفتاح العودة الذي ورثناه عن آبائنا وأجدادنا لنعود به إلى حيفا ويافا واللد. ذكرى النكبة لهذا العام التي يؤكد الفلسطينيون أنها الأكثر إيلاما من سابقاتها جاءت وسط استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة. يحيى الفلسطينيون اليوم الذكرى 76 للنكبة الفلسطينية وسط استمرار حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ويؤكدون بأنهم باقون رغم الإبادة وعائدون رغم التهجير، وأن مخيمات الشتات ليست إلا محطة انتظار إلى حين العودة. نهاد حجازي، المملكة، رام الله. رفضت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع قراراً صادراً عن الجمعية العامة للأمم المتحدة يشجع على الاعتراف بدولة فلسطينية. رئيس الوزراء الإسرائيلي المتطرف بنيامين نتنياهو قال إن حكومته لن تسمح للأمم المتحدة بإقامة ما وصفها بدولة إرهابية يمكن من خلالها للمنظمة الدولية مهاجمة حكومته بشكل أكبر. نتنياهو أضاف أن أحداً لن يمنع إسرائيل من ممارسة حقها الأساسي في الدفاع عن نفسها، لا الجمعية العامة للأمم المتحدة ولا أي كيان آخر حسب نتنياهو. ينضم إلينا من عمان المؤرخ والإعلامي الدكتور جورج طريف. أهلا ومرحبا بك معنا جورج، ونبدأ معك يعني نتحدث عن النكبة تحديدا، ونتحدث عن هذه الأعوام الطوال، ونتحدث عن لربما تاريخيا ما الفروقات الآن ما بين النكبة وما بين ما تعيشه غزة في ظل هذه الظروف الصعبة. أهلا بك أخي عبد الله، تحياتي للسادة المشاهدين. الواقع بعد 76 عاما على مرور نكبة فلسطين عام 1948، ما زالت العصابات الصهيونية تواصل عمليات القتل والتدمير ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية ضاربة عرض الحائط كل الأعراف والمواثيق الدولية.
نكبة فلسطين لم تكن وليدة تلك اللحظة فقط، نكبة فلسطين لها امتداد منذ صدور وعد بلفور في الثاني من تشرين الثاني عام 1917. وبعد صدور وعد بلفور الدولة المنتدبة على فلسطين وهي بريطانيا احتضنت هذا الوعد، بل وتبنت تنفيذ هذا الوعد من خلال تهيئة الظروف السياسية والاقتصادية والعسكرية لإقامة الوطن القومي اليهودي على أرض فلسطين وعلى حساب شعب فلسطين، فسهلت عمليات الهجرة سواء كانت الهجرة الشرعية أو غير الشرعية لقدوم اليهود إلى فلسطين والاستيطان فيها، وسهلت عملية انتقال الأراضي إلى اليهود عن طريق وضع الفلاح في ظروف صعبة، الفلاح الفلسطيني في ظروف صعبة جعلته يضطر إلى بيع أرضه أو الاستيلاء على هذه الأرض بالقوة لإسكان اليهود مكانهم. طبعا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بنلاحظ أنه حلت الولايات المتحدة محل بريطانيا كدولة عظمى في العالم. رئيس ترومان الذي جاء بعد روزفلت أصدر قراره بإرسال 100,000 يهودي فور توليه السلطة، هذا يدل على الانحياز الكامل للولايات المتحدة ومن يدور في فلكها من الدول الكبرى لصالح اليهود على حساب الأرض الفلسطينية والشعب الفلسطيني. في 29 تشرين الثاني عام 1947 جرى قرار التقسيم. قرار التقسيم أعطى اليهود 56% من أراضي فلسطين، وأعطى العرب 42%، وتركت 6% للقدس. الآن بنلاحظ عندما منح هذا القرار منح اليهود 56%، ثارت ثائرة العرب ودارت الاشتباكات بين العرب واليهود داخل المدن والقرى الفلسطينية. وهنا العصابات الصهيونية برعاية بريطانية كانت مسلحة بأحدث أنواع الأسلحة، كانت لديها المدرعات ولديها الأسلحة الحديثة، بينما العرب لم يكونوا يمتلكون شيئا. نعم، الاختلافات التاريخية دكتور جورج إذا سمحت لي لذكرك الاختلافات وما كان يمتلكه الكيان قبل 76 عاما واليوم، هل نتحدث عن اختلافات في أسلوب ونهج الاحتلال الإسرائيلي وهذه الحكومات المتطرفة المتعاقبة وتحديدا حكومة نتنياهو التي أججت كل هذه الظروف للانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة أو حتى في الأراضي الفلسطينية؟ ما الاختلافات الآن التي يمكن الحديث عنها؟ يعني الاختلافات ليست كبيرة بين ما نحن عليه اليوم ما كنا عليه بالأمس. صحيح لدينا بعض الأسلحة، لدينا بعض الجيوش العربية، جيوش إسلامية في مجال، أتحدث عن المجال العسكري، لكن الدولة العظمى الموجودة حاليا وهي أمريكا هي المنحازة كاملة إلى انحياز كامل إلى حكومة نتنياهو وإسرائيل، وتتحدث بأقوال تختلف عما تقوم به من أفعال، فهي تزود إسرائيل بالأسلحة وتدعو إلى تقديم المساعدات في آن واحد كما تلاحظ، فالولايات المتحدة ومن يدور في فلكها يقف إلى جانب العدوان الإسرائيلي ضد المدنيين العزل من نساء وأطفال وشيوخ في هذه الحرب الظالمة التي تصل إلى حد الإبادة الجماعية وجرائم الحرب. نحن نعلم أن 7 أكتوبر قلب الموازين لدى العالم كله، استمرار الاحتلال الإسرائيلي هو السبب في قيام أحداث 7 أكتوبر، جعل 7 أكتوبر القضية الفلسطينية في أعلى سلم الأولويات لدى الأمم المتحدة ودول العالم. شهدنا بالعالم الكثير من المسيرات والوقفات والمظاهرات الشعبية في أمريكا، في أوروبا، في فرنسا، في بريطانيا التي تؤيد الحق الفلسطيني، لكن انحياز الولايات المتحدة وتعنت نتنياهو وحكومته المتطرفة ما زال الآن يقف عائقا أمام وقف إطلاق النار أو أمام التوصل إلى حل سلمي لهذه المشكلة. أثبتت أحداث 7 أكتوبر عجز المجتمع الدولي، عجز الدول العربية ودول العالم عن لجم هذا العدوان، تفاقم الأزمة الإنسانية والعالم ينظر إليها، كشفت عجز الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها تجاه هذا العدوان، كما أثبتت أن الولايات المتحدة الأمريكية ومن يقف حولها من الدول هي الوحيدة التي تستطيع وقف هذا العدوان، لكن هي لا تريد انطلاقا سياستها الداعمة لإسرائيل. طيب الآن اختلاف في السرديات التاريخية على مستوى السردية التي قدمتها دولة الاحتلال والصهيونية تحديدا في طريقها منذ 76 عاما، وهل هناك اختلاف في السردية الإسرائيلية، وهل
تعتقد بأن اليوم بدأت فعليا تشكل بعد 7 أكتوبر وتغير رأي العام العالمي باتجاه هذه الحرب وباتجاه التعاطي الإسرائيلي مع القضية الفلسطينية بأن هناك اختلاف قد يصيب هذه السردية الإسرائيلية؟ وهذا يقودنا إلى السؤال، هل تكرار سيناريو النكبة ممكن اليوم كما يحدث في قطاع غزة نظرا لما يحدث في القطاع؟ نعم أخي الكريم، يعني الأحداث التي نشهدها الآن في غزة تبين بوضوح أن العالم قد تغير، وأكبر مثال على ذلك التصويت الذي جرى في الأمم المتحدة قبل أيام والذي اعترفت به 142 دولة باعتراف كامل بدولة فلسطين، وطبعا من أصل 193 دولة. هذا يدل على أن العالم قد تغير تجاه القضية الفلسطينية وتجاه الظلم التي يواجهه الشعب الفلسطيني من الممارسات الإسرائيلية المستمرة والاقتحامات والتدمير والقتل والتشريد والعمل على تهجير المواطنين من أراضيهم والاستيلاء عليها. طيب الآن دكتور جورج، فيما يتعلق بعدم قيام الدورة الفلسطينية التي تعارض إسرائيل وأيضا تدعمه الولايات المتحدة الأمريكية من خلال قرارات الفيتو التي تعلنها، هل هناك أثر لعدم قيام الدولة الفلسطينية فيما يتعلق بالنكبة وفي محاولة وضع حد لهذه الانتهاكات الإسرائيلية بشكل أو بآخر؟ وإذا أردنا العودة إلى تاريخ طويل من عدم الاعتراف. نعم، يعني إذا استعرضنا 76 عام الماضي بنلاحظ لا يمر يوم دون اعتداءات إسرائيلية، لا يمر يوم دون شكوى إلى مجلس الأمن أو إلى الأمم المتحدة تجاه ممارسات إسرائيل. لكن ماذا فعل مجلس الأمن؟ الآن منذ 7 أكتوبر وحتى يومنا هذا اجتمع مجلس الأمن عدة اجتماعات كان يصطدم دائما بالفيتو الأمريكي. هذا يدل على أن الانحياز الكامل لدى الولايات المتحدة لإسرائيل سيقف حائلا أمام وقف العدوان وأمام الوصول إلى حل سلمي لهذه المشكلة. جلالة الملك باستمرار يدعو إلى وقف العدوان الإسرائيلي، يدعو إلى عدم فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، يدعو إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية، لكن مع وجود الحكومة الإسرائيلية المتطرفة ونتنياهو ووجود الدعم الأمريكي المتواصل يقف حائلا دون تنفيذ ذلك. بالمقابل أستاذ عبد الله، بنلاحظ أن الشعب الفلسطيني رغم ما يتعرض له من تعذيب وقتل وتدمير وتشريد ومصادرة أراضي وتهجير إلا أنه صامد على هذه الأرض ويقدم الشهداء ويقدم التضحيات من أجل الوصول إلى استقلال فلسطين والعودة إلى ديارهم المسلوبة. شكرا لك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المشاركة المؤرخ والإعلامية دكتور جورج طريف. استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثر قمع مسيرة إحياء الذكرى 76 للنكبة عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة. إلى ذلك أفادت مصادر أمنية فلسطينية باستشهاد طالب من مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله إثر إصابته الخطيرة بالرصاص الحي في الرقبة. المصادر بيّنت أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال تخللها إطلاق قنابل الغاز السام والصوت مما أدى إلى إصابة العشرات بحالة اختناق. واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 20 فلسطينيا من الضفة الغربية بينهم طفلان وأسرى سابقون. وقالت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين ونادي الأسير إن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة الخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات طول كرم وبيت لحم وقلقيلية والقدس، حيث رافقتها عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرح وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين. أما في قطاع غزة فقد وصف نازحون أن ما جرى من تهجير قسري بسبب الحرب على غزة أسوأ من النكبة نفسها قبل 76 عاما. أكثر من هالنكبة ما في نكبة. عندي الحين حوالي 80 سنة مثل هالنكبة ما شفت. دارنا راحن، أولادنا راحوا، ملكنا راح، ذهبنا راح، عشتنا حلالنا راح، ما ضلش حاجة، إيه ظل لنا نبكي عليه؟ ولا عمر صار علينا صعب زي هالسنة. لا ظل الدار ولا ظل جار ولا ظل حمار ولا ظل بني آدم في هالحياة. والناس عايشة ليش؟ متى ما راح مالك وراح أولادك وظل ربعك، إيش ضايل؟ إيش بظل عندك؟ وبتقولوا كرامة، هي ظلت كرامة للإنسان. بين 48 و
و2020 و24 كان هناك مشقة وصعوبة في حياتنا، يصعب علينا أنه إحنا نتذكرها، ولكن الأسى والتعب والألم يعيد الذكريات إلينا. هذا العدو لم يتركنا من 48 حتى 2024، ما زال يقاتل من أجل أن يحصل على الأرض بلا ناس، بده أرض بلا شعب، بلا شجر، بلا مباني، بلا بيوت، بلا أي حياة عليها، ليهو يستقر على هذه الأرض وينعم بخيراتها. المشقة صعبة والتعب يتواصلنا والألم يعصرنا. أم وأبوي حكون عن النكبة الأولانية، لكن إحنا حين النكبة هذا أمر، هذا دمار، دمرونا ودمروا دورنا ودمروا حالنا، يعني إحنا اللي شايفينه ما حد شافه، هذه مأساة، دورنا راحت، أولادنا راحوا، إيش نقول؟ كل حاجة اللي صارت إيش أقول لكم عنها؟ هذه مأساة، مأساة، مأساة قوية. والدول العربية تحنا تشوف، تشوف إيش اللي يصير فينا، بس حتى ما دولة عربية إيش تحل، تشوف الشعب الغلبان، الأطفال اللي المرضى الوجعانين، النسوان الكبار، المأساة اللي إحنا فيها كل يوم. من النكبة، نكبة الجوع، نكبة العيا، كل يوم هجاجين من دار لدار، الأطفال العيانين اللي مكرسحين دوبنا نشيل فيهم جر، مش عارفين إيش نقول. والله زهقنا يا خالتي، والله يا حبيبي زهقنا. يا رب يا رب، حسبنا الله ونعم الوكيل، وكل واحد بيمشي مع إسرائيل. على الجبهة الجنوبية اللبنانية، أعلن حزب الله استهداف قاعدتين عسكريتين في شمال إسرائيل ردا على اغتيال أحد عناصره في جنوب لبنان. حزب الله بيّن أنه استهدف مقر قيادة في ثكنة عسكرية بصواريخ، ومقر وحدة المراقبة الجوية في قاعدة ميرون بعشرات صواريخ الكاتيوشا والصواريخ الثقيلة وقذائف المدفعية. وكانت مسيرة إسرائيلية قد استهدفت ليلة الثلاثاء سيارة في مدينة صور، أدت لمقتل شخصين لم تحدد هويتهما. من القدس تنضم إلينا مسؤولة التواصل والمناصرة في منظمة أكشن إيد ريهام الجعفري، أهلا ومرحبا بك معنا سيدة ريهام. ونتحدث عن الأوضاع في قطاع غزة وما ترونه في ظل هذه الظروف التي تعيشها الآن غزة، وتحديدا ما يتعلق برفح وإغلاق المعابر. ما هي الصورة التي تصلكم مباشرة من هناك، وكيف يمكن الحديث عن الأوضاع في ظل إغلاق المعابر وفي ظل استمرار العمليات العسكرية؟ شكرا لكم على الاستضافة. أولا، الوضع في قطاع غزة يتدهور أكثر فأكثر بسبب إغلاق المعابر ومع بدء العملية البرية في رفح. فنحن منذ 10 أيام، أو نحن في اليوم 11 على التوالي، يتواصل فيه إغلاق المعابر مع ازدياد عدد النازحين والتهديد بانهيار القطاع الصحي وهو أصلا منهار، وخروج المستشفيات التي كانت تعمل بشكل جزئي عن الخدمة بسبب منع إمدادات الوقود ومنع إدخال المستلزمات الطبية. فالوضع أكثر مما هو كارثي. هنالك تعطل لمحطات تحلية المياه، هنالك مجاعة تلوح في جميع أنحاء قطاع غزة مع نفاذ المخزون الغذائي في المخازن لدى المؤسسات الأممية ولدى المؤسسات المحلية بسبب منع إدخال المساعدات إلى قطاع غزة. هنالك أيضا تفشي للأمراض، هنالك أيضا جرحى لا يمكن سفرهم أو خروجهم للعلاج، وجرحى في حالات خطيرة بحاجة إلى العلاج خارج قطاع غزة. هذه الفئات كلها في حال عدم فتح المعابر وعدم إدخال الإمدادات الطبية والمساعدات الغذائية فإنه يتم الحكم عليها بالإعدام بسبب هذا الوضع المتدهور، إضافة إلى اكتظاظ المستشفيات، إلى النزوح، عدم الاكتظاظ، وخاصة في المناطق الوسطى ودير البلح، حتى لا توجد موطئ قدم في دير البلح، عدم وجود خيم كافية للنازحين. فالوضع إذا لم يتم فتح المعابر خلال ساعات فإننا نحن أمام كارثة مكتملة الأركان، غذائية، إنسانية، بيئية، مائية، صحية. عن الماء نحن نتحدث عن شح
كبير في المياه الصالح للشرب، وذلك بسبب عدم وجود أيضا الوقود اللازم لتشغيل محطات تحلية المياه. هنالك عدم وجود وقود اللازم لتشغيل محطات الصرف الصحي لنقل لإزالة النفايات للشاحنات لنقل المساعدات، على الرغم من أن السلطات الإسرائيلية أعلنت عن فتح معبر كرم أبو سالم، لكن تم فتحه من الجانب الإسرائيلي، إلا أنه من الجانب الفلسطيني من ناحية قطاع غزة لا يمكن إيصال المساعدات بسبب استمرار العمليات العسكرية وعدم ضمان وسلامة الطواقم الإنسانية والأممية لإيصال المساعدات. طيب الآن هناك إغلاق، هناك أيضا اعتداء من قبل المستوطنين على المساعدات التي تصل من معابر أخرى، ترقوميا مثلا، وهناك أيضا حجز لهذه المساعدات التي تصل ومحاولة التجويع بشكل أكبر. الآن كمنظمة ومناصرة لما يحدث، كيف تنظرون أيضا إلى واقع المستشفيات، الواقع الصحي بعيدا عن الواقع فيما يتعلق بالغذاء والمياه؟ ما زالت عمليات القصف مستمرة، ما زالت هناك شهداء وجرحى أيضا، المستشفيات تعاني جراء نفاد الوقود كما ذكرتي، ولكن إذا أردنا الحديث عن واقع الأرض كيف يمكن النظر إليه في ظل هذه الإجراءات؟ الواقع الصحي ليس منفصلا عن الواقع الإنساني الآخر في قطاع غزة، فنحن نعلم هنالك جميع مستشفيات قطاع غزة أصلا حتى قبل العملية البرية هي كانت تحت الاستهداف وتحت القصف، بعضها كان يعمل بشكل جزئي، حاليا يعمل فقط المستشفى الأوروبي في منطقة خان يونس، وفي حال عدم إدخال الوقود فإن هذا المستشفى سيخرج عن الخدمة، إضافة للمستشفيات في ظل ازدياد عدد المصابين، عدد ازدياد الجرح، عدد ازدياد، أضف إلى ذلك أن الفئات الأخرى من أصحاب الأمراض المزمنة، النساء الحوامل، مرضى السرطان، كلهم لا يصلون إلى المستشفيات لعلمهم باكتظاظها أيضا، ولعدم وجود الخدمات أو القدرة على تقديم الخدمات لهم في ظل هذا الانهيار. فنحن نتحدث عن انهيار متكامل في القطاع الصحي. هنالك أيضا كثير من الأطفال الرضع، أطفال الخداج الذين بحاجة إلى المولدات الكهربائية، بحاجة إلى تشغيلها، كل هذه الفئات محرومة من الحصول على حقها الأساسي في العلاج، وهذا ناجم عن السياسات الإسرائيلية كما تفضلت، عرقلت المساعدات، الاعتداء عليها، عدم ضمان وحماية المساعدات، والذي يتوجب على إسرائيل كقوة محتلة بضمان إيصال المساعدات وضمان إيصال الغذاء للسكان، ولكن إسرائيل تواصل انتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني. شكرا لك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المشاركة، مسؤولة التواصل والمناصرة في منظمة أكشن إيد ريهام الجعفري، كنت معنا من القدس.